شعار الجزائر في وجدان الشعوب العربية أسدل الستار على الطبعة الخامسة لمهرجان الوطني لشعر الشباب بولاية مستغانم، وذلك بتكريم الفائزين الأوائل في الشعر الأمازيغي الملحون وكذا الفصيح. المفرح جدا أنك تنال المرتبة الأولى رقم واحد بين شعراء شباب كانوا شبابا في السن لكنهم كانوا فعلا منافسين وكبار. نمر تقيت في قتلي تلوك التاع مستغانم تعتقد فول الرشو وأغنى الشعر. تحية عطرة لمدينة مستغانم، قولوا لها إن روعة البيان وسحر الكلام. أنا سعيد جدا أن أكون صاحب المرتبة الأولى في مهرجان الوطني لشعر الشباب عن الجزائر الحبيبة. إبراز المهارات الشعرية هو ما ميز المهرجان الثقافي في طبعته الخامسة، والذي عرف مشاركة نخبة من الشعراء الشباب جاءوا من مختلف ربوع الوطن. كل واحد يعني يعطينا حقه، وإن شاء الله حتى الأولاد اللي الشباب اللي ما نجحوش راهم ناجحين. علاه؟ لأنهم أولا حاولوا يكتبوا والتقوا بالشباب من مختلف الولايات وكونوا تعارف وكونوا صداقات. ونحن كشباب وجدنا فرصة جميلة، تعارفنا تبادلنا ثقافاتنا. إن كانت 40 ولاية الله يبارك، والجزائر غنية بثقافتها. الهدف هو جملة من الأهداف وجملة من يعني الأهداف مسترى، وهي أولا التلاحم والتلاقي وتبادل الخبرات في مجال الشعر الفصيح والأدبي وفي مجال الشعر الفصيح طبعا والأمازيغي. وعن بلاد يضج الأولياء بها فكل من ثار شيخ في طريقته. هذه التظاهرة الثقافية كانت فرصة للشباب الجزائري للتعرف على مواهبهم في مختلف أصناف الشعر.